اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد نقل معالي وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى معالي السيد أنطونيو غوتريش أمين عام الأمم المتحدة وتمنياتهم له بالتوفيق في الاطلاع بمهامه لما فيه خير وصالح جميع دول العالم. أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها المتنامية وتعاونها المستمر والراسخ مع الأمم المتحدة وتقديرها للمبادرات البناءة والجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي السيد أنطونيو غوتريش في تطوير عمل الأمم المتحدة بما يتوافق مع المعطيات الرهينة والتحديات الكثيرة التي تواجه جميع دول العالم، وتفرض تعزيز التعاون الدولي والبحث عن سبل وآليات فاعلة للتعامل معها وتجاوزها بما يضمن تحقيق أهداف الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية المستدامة، مؤكدا معاليه دعم مملكة البحرين للإصلاحات التي يقوم بها السيد أنطونيو غوتريش لهيكل منظمة الأمم المتحدة. وقد طلب معالي السيد أنطونيو غوتريش من معالي وزير الخارجية نقل خالص تحياته إلى ملك البلاد المفدى حفظه الله وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتقديره لسياسة مملكة البحرين التي تقوم على مد جسور التواصل والتعاون بين الأمم المتحدة بكل أجهزتها ودورها الفاعل في نشر الأمن والسلم في العالم، وتمنياته لمملكة البحرين بكل التقدم والازدهار.